الإعلامية بالبيان الذي صدر عنكم مؤخرا في تصريحات لك ولغيرك في وقت سابق، قلتم أن هذه الشركة قد تم التأكد منها ومن مواصفاتها ومطابقة للشروط وتم التعاقد معها. ما الذي تغير؟ أمس كنتم تقولون هكذا واليوم تقولون هكذا، شنو الموضوع سيدة جمانة؟ السلام عليكم، رمضان مبارك وصيام مقبول إن شاء الله، وتحية لضيفك الكريم. فيما يخص الشركة البريطانية، مفوضية الانتخابات لم تتعاقد مع الشركة البريطانية، وإنما بموجب الأمر الديواني رقم 3/2020 قامت اللجنة بإحالة متطلبات العملية إلى الشركة البريطانية. نعم، قلنا أنه هي كان عطائها مستجيب من النواحي الفنية والمالية، لكن رغم الإحالة هناك كان تحري حول هذه الشركة. يعني إحنا لم نتعاقد مع الشركة وفسخنا العقد، نحن أحلنا متطلبات العملية إلى الشركة البريطانية، وكان يواكبها عملية تحري حول هذه الشركة وجنسيتها. ما معنى الإحالة هنا سيدة جمانة؟ يعني إنه إحنا اختارينا الشركة وتفاوضنا وياها، عرفنا سعرها يناسب السعر، الجوانب الفنية هو جوانبها جيدة موجودة مسجلة، يعني ممكن إنه إحنا نوصل لها. لكن مع الإحالة هذه كان هناك تحري مواكبة من جهات أمنية، من مسجل الشركات، من وزارة التخطيط، حتى من الملحقية التجارية في لندن عبر وزارة الخارجية. تبين أن هذه الشركة ليس لديها فرع داخل أو خارج بريطانيا. أيضا مسجل الشركات وردتنا إجابة أن الشركة مسجلة كشركة عراقية مستقلة وليس لديها فرع في شركة محلية أو دولية. بالتالي جاء أيضا الإجابة إجابة دائرة العقود الحكومية. يعني شوف كل هذه الجهات إحنا كنا نتحرى عن هذه الشركة. دائرة العقود الحكومية العامة بينت أن هذه الشركة عراقية وبالتالي لا يمكن اعتمادها، وتم إلغاء قرار الإحالة استنادا إلى تنفيذ العقود الحكومية. سيدة جمانة، كانت سيدة جمانة، الذي تتحدثين به هو المنطق، لكن الذي حصل خلاف الذي تقولين به. الآن الدكتور باسل حسين قرأ نصا لتصريح لحضرتك تقولين لقد تم التأكد من الشركة ورصانتها ومواصفاتها وفقا للشروط المطلوبة. هذا التصريح الذي حضرتك لا بس أريد أكمل سؤالي، أكمل سؤالي سيدة جمانة، أنا أعطيك الفرصة حتى تردي، لأن أنا أريد أفهم منك. أليس من المفروض أن هذا التصريح عندما تقولين به بعد أن تكتمل لديك الرؤية من وزارة التخطيط ومسجل الشركات وسفارتنا وقنصليتنا بلندن، أنت سبقت هؤلاء بهذا التصريح، وهذا الذي يضعكم في علامة الاستفهام أمام شعب راح تديرون له انتخابات مصيرية بحياته. نعم أستاذنا، أنا تحدثت بما تحدثت فيه حضرتك. بالفعل الشركة كانت جيدة ومستجيبة من النواحي الفنية والمالية، وشركة جيدة وموجود فروعها في العراق كافة، موجود شركة يعني موجود لها فروع يعني كافة. بالتالي هناك تيقن حول هذه الشركة تحري، يعني هناك شك وهناك تحري حول جهات أمنية خافة للتحري عن هذه الشركة. يعني احنا قلنا انه هي زينة وقلنا هي مستجيبة للجوانب الفنية والمالية وانه شركة زينة، لكن كان تحري مع هذا الموضوع. شنو كان زين بها سيدة جمانة الى الحد الذي اغراكم؟ شنو اللي كان بها زين إلى الحد الذي استهواكم أن تكون هذه الشركة أنتم راضون عنها؟ نعم، قلت لك أستاذة، من الجوانب الفنية عندها إمكانية عالية في الأجهزة، يعني في مراقبة الأجهزة. عندها أعمال مماثلة عالميا سيدة جمانة؟ لا، ما يعني صراحة ما عندي يعني شركة يعني أعمال مماثلة، يعني لوردتنا ليست صحيحة. زين، إذا ما عدت أعمال مماثلة سيدة جمانة، إذا ما عدت أعمال مماثلة وليست شركة عالمية، أتذاكر معاك بهدوء. الأعمال المماثلة، لكن بعد التحري تبين أن هذا كله كان تضليل للعملية الانتخابية. يعني بعد التحري إحنا لم نتعاقد. قبل التحري سيدتي الرائعة، معذرة من سيادتك، أنا أسأل وأتمنى أن تستوعبيني. إذا ما عدتها أعمال مماثلة بمعنى ما مشتغلة وليس الشركة عالمية، شنو الجيد بيها؟ بس اسمح لي، قدمت أعمال مماثلة وتبين أن هذه الأعمال المماثلة هي وين مشتغلة؟ تبين أنه يعني حسب ما وردت لأنه مشتغلة في عديد من الدول، وتبين أنه كله هو هذا تضليل العملية وطلع التزوير، وبالتالي سيتخذ بحق الإجراءات القانونية. لا وطلع التزوير سيدة جمانة، كل
كلها وطلعت شركه زين. عراقيه وطلعت شركه عراقيه وتزوير عالمية. احد من الولد بحسب سيده جمانه احد من الولد الشطار المتنفذين اكتشفت وراء هاي الشبكه سيد حجي علماني الاسلامي مدني. لا قصدك على الشركه البريطانيه؟ اي لا صار كان تنسيق من وزاره التخطيط وسجل الشركات وزاره الخارجيه ما وراها وليد للتاكد من صحته. زين كل الاجابات اجتنا انه ليس لديها فرع داخل او خارج بريطانيا وشركه مزوره ومسجل الشركات قال انها شركه مزوره. سيده جمانه يعني الاوراق اللي ارسلتها اوراق يا دكتور نجم ممكن داخله بس ماني اريد انتقل للسيد استاذ سعد محسن وارجع لك. سيده جمانه اتمنى ان تبقين وياي وانا ردت اتشرف بك اليوم بالاستوديو لكن انا ما عندي حظ وياك شو اسوي؟ لا